بطرس الرسول كان له تساؤل عجيب، قال يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. الآية دي بتهزني، مفيش كلام للحياة الأبدية غير عند المسيح. هنروح فين؟ ملناش غير الكتاب المقدس، وهو الذي يأخذنا إلى الأبدية بعيداً عن كل ما هو مائت وكل ما هو فاني. بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. من فضلكم اللي معهوش انجيل يجي ياخد انجيل من المكان اللي جنب العمود. English, if you don't have a Bible you can take one from next to the fan. اخواتنا اللي في البيوت اللي معهوش انجيل يقوم يجيب انجيل ويجيب الماركر ويجيب النوت بوك اللي يحب يكتب فيها. فرصة ان احنا مع بعض وفرصة ان احنا بنتكلم وربنا في وسطينا. الواحد لما بيبقى لوحده بيبقى غلبان، لما يبقى في الكنيسة واحساسه بانه يعني في وجود روح ربنا بنكتشف حاجات مش دايما تبقى قدامنا، فتبقى فرصة حلوة تكتب علشان لما يجي زمن الجفاف ترجع للي انت كتبته وتستغرب ان انت كتبت الحاجات دي ازاي. احنا في اصحاح 3 من سفر اشعياء. احب برضو نقول اللي قلناه قبل كده. اصحاح 3 بيتكلم على وضع سيء جدا وصلت اليه الام، بعدوا عن ربنا، زعلوا ربنا جدا، فابتدى ربنا يوعدهم بانه هيعاقبهم. واتفقنا انه اي اب واي ام لما يحب يأدبه في الاول يسكتوا ويستحملوا العيال، وبعدين يبتدوا يتكلموا بشويش، وبعدين الصوت يعلى، وبعدين يعلى اكتر، وبعدين في بانشمنت او تايم اوت، واحيانا يبقى في عقوبه، والا تبقى التربيه تربيه لا مؤاخذه خايبه. في تربيه خايبه كده اللي تلاقي الاب والام ما بيعملوش حاجه والعيال بتعمل ما بدلها، ويعني يا فرعون مين فرعنك؟ قال ما لقيتش حد يوقفنا عند حدي. فهو ربنا احيانا كاب بيوقفنا عند حدنا لمصلحتنا. ده اللي حصل مع الامه اليهوديه. عشان كده احيانا يكون في عقاب، فما تستغربوش يجي واحد يقول لي ايه ده الاصحاح 3 ده اصحاح صعب قوي. لا، خلي بالك، اولا ما تجيش تجامب كده وتنط على طول وتقول ازاي ربنا اتكلم كده. ده ربنا استحمل وسكت واتكلم بهدوء، وبعدين قال لموسى قول لهم قدامكم طريقين الموت والحياة، وبعدين قال لهم اوعوا لما تخشوا الارض تستكبروا وتنسوا ربنا وتعبدوا الاوثان، يعني قال لهم ان ادفانس من الاول، وهم فضلوا زي ما هم. عشان كده دي مرحلة اخيرة. انما هنشوف في وسط الهيصة دي كلها ولاد ربنا ليهم مكانتهم عند ربنا، مش عاطل مع باطل، يعني مش كله مع بعضه كده، لا. بس خلونا نقرأ الاصحاح من اوله. فانه هو ذا السيد رب الجنود ينزع من اورشليم ومن يهوذا السند والركن، كل سند خبز وكل سند ماء، الجبار ورجل الحرب، القاضي والنبي والعراف والشيخ رئيس الخمسين والمعتبر والمشير والماهر بين الصناع والحاذق بالرقية، وأجعل صبيانا رؤساء عليهم وأطفالا تتسلط عليهم، ويظلم الشعب بعضهم بعضا، والرجل صاحبه يتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف. إذا أمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه قائلا لك ثوب فتكون لنا رئيس وهذا الخراب تحت يديك، يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا أكون عاصبا وفي بيتي لا خبز ولا ثوب، لا تجعلوني رئيس للشعب، لأن أورشليم عثرت ويهوذا سقطت لأن لسانهما وأفعالهما ضد الرب، لإغاظة عيني مجده نظر وجوههم يشهد عليهم، وهم يخبرون بخطيتهم كسادوم لا يخفونها. ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لأنفسهم شرا، قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمر أفعالهم.
الإصحاح ملخصه، احنا وقفنا عند الآية دي، الإصحاح ملخصه انه ربنا لما هيعاقب هياخد المية، هياخد لقمة العيش، لا في مية ولا في عيش، ودول أقل حاجة ممكن الإنسان يعيش بيهم. هياخد القضاء فما بقاش في عدل في البلد، هياخد النبي فما بقاش في صوت ربنا، هياخد العراف اللي بيحاول يرفع من معنويات الناس بالوهم، برضو مش هيبقى في حد بيرفع معنويات الناس، هياخد الشيخ مش هيبقى في حكمة، هياخد الجبار ورجل الحرب مش هيبقى في ناس تحارب، هياخد المشيرين والكونسلر اللي هم الاستشاريين والماهرين بين الصناع، الأسطوات الكبار بتوع الصناعة، والحاذق بالرقي اللي هو يعني اللي بيحاول برضو يقول للناس اللي يعملوه، ويخلي الصبيان رؤساء عليهم وأطفال تتسلط عليهم. طبعا الوضع مشقلب والشعب يظلم بعضه بعضا. الفكرة الكلام اللي احنا بنحكيه ده موجود قدامنا، يعني ناس تظلم بعضها بعض، والرجل صاحبه ما بقاش فيه فيداليتي، ما بقاش فيه سينسيريتي بين الاصحاب وبعض. يا اما اصحابي يجوا يشتكوا لنا، صاحبي اللي كنت بثق فيه خدني وسرقني، واخويا ابن ام ابويا ضحك عليا وسبت له فلوسي في مصر ورجعت ما لقيتهاش. يتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف، يبقى الحكايه بالمشقلب. فالعيال الصغيره ما بتحترمش الكبار، بيتمردوا عليهم، والناس اللو تتمرد على الناس الشرفاء، الدنيء على الشريف. وبعدين جاب المثل اللي حكيناه المرة اللي فاتت الكاريكاتيري ده، ان يمسكوا واحد في البيت يكون يدوبك ما حلتوش غير الجلابية اللي لابسها، فقالوا له بما انك انت الوحيد اللي لابس جلابية تبقى الملك بتاعنا، هي دي مؤهلاتك طبعا، لان بقيت الناس عريانة، فيقولوا له تعالى املك علينا. حاجة عجيبة يعني، ده دليل على الفقر. فهو يقول لهم ازاي، يقولوا له اصل انت عندك توب، فخد الخراب، سموه خراب يعني، هم متفقين ان البلد في حالة خراب، خد الخراب ده وامسكه. والغريب بقى ان هو كمان يرفض يكون ملك. ليه؟ لانه هيقول لهم ازاي انا ملك، انتوا مخدوعين بالجلابية اللي انا لابسها، ده العيال في بيتي عريانين مش لاقين يلبسوا ومش لاقين ياكلوا، وبعدين انتوا طالبين مني ان انا اقعد ابقى عاصب للشعب، يعني اضمت جراحات الشعب وانا نفسي مش عارف اضمت جراحاتي، لا اكون ملكا عليكم، لا تجعلوني ملكا. كل ده ليه؟ خلي بالك الآية 8 آية مهمة جدا، لأن أورشليم عثرت، سقطت. لأن أورشليم عثرت ويهوذا سقطت، هو ده العيب، ان احنا اتكعبلنا ووقعنا. لان لسانهما وافعالهما ضد الرب، اللسان والافعال ضد الرب. فعلا كتير قوي نتكلم ضد ربنا، وكتير قوي افعالنا تبقى ضد ربنا. لسانهم وافعالهم ضد الرب، مين يستحمل يكون ضد ربنا؟ مين يستحمل ربنا يقول شمال نقول يمين، ربنا يقول فوق نقول تحت، عكس ما ربنا عاوز؟ ربنا يقول بلاش دي نقول له معلش، ربنا يقول بلاش المناظر الوحشة في التلفزيون نقول له معلش، ربنا يقول بلاش الألفاظ الوحشة في البيت والشتايم الجريئة نقول له معلش، ربنا يقول بلاش الشرب وإن الواحد ينسى نفسه ويسكر قدام عياله فالعيال تتعلم منه الشرب وإحنا نقول معلش. لساننا وأفعالنا ضد الرب لإغاظة عيني مجده. بقول لكم بنغيظ ربنا، إحنا ربنا بيتغاظ. أنت عارف عيالك لما يفرسوك، في العيال ساعات تغيظ كده وتبقى أنت يعني مش عارف تعمل معهم إيه، يغيظوك كده ويطلعوك من شعورك. أهو ده اللي إحنا بنعمله في ربنا لما بنغيظه بالعمايل بتاعتنا. يعني انت تتجنني، البت مش عارف ماسكه البتاع والواد بيمسك الكوبايه بالمشقلب وهو فوق السرير عشان يوقع اللبن على السرير، شايف الكوبايه سخنه وبيزقها عشان تقع على اخته. حاجات تغيظنا، احنا برضو بنعمل حاجات كده غير حكيمه وغير سليمه، وبنبقى ضد ربنا على خط مستقيم. نغيظ مجده. آية 9 يقول نظر وجوههم يشهد عليهم
وهم يخبرون بنظر وجوههم يعني الخطية باينة في عينيهم، يعني في بجاحة، آسف الكلمة، في مجاهرة بالخطية. يقول لك نظر وجوههم يشهد عليهم وهم يخبرون بخطيتهم كسدوم. ما بيكسفوش، سدوم طبعا كانوا هوموسيكشوال، فيعني ما بيكسفوش يقولوا انه احنا كده عجبك، هنحتفل بجوازنا اتنين رجالة قدام السيتي ونطلع برا والناس تسقف لنا، عجبك ولا مش عجبك. نظر وجوههم يشهد عليهم وهم يخبرون بخطيتهم كسدوم لا يخفونها، يعني ما حدش بيداري حتى، يعني بقت الحكاية على عينك يا تاجر. ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لأنفسهم شرا. احنا اللي بنجيب الشر لانفسنا لما يبقى كل برامج التلفزيون ما فيهاش قيم، مجرد تسليه العيال. يا ريت تسليه العيال، احنا يا عم موافقين يضيعوا وقت عيالنا، لو انها كارثه انهم يضيعوا وقت عيالنا. انما مشكله كمان بيعلموهم العنف ويعلموهم الجنس، وبعد ما كان الواحد فينا يفضل مش دريان بعيشته يعني، ومش دريان باي حاجه كده، ويفضل ساذج وطفل لحد ما يكبر ويخش الجامعة ولا يتجوز. دلوقتي المراهقة بقت من سن 11 و12 سنة، عيال عندها 12 سنة وقع في البورنوغرافي. تصدقوا جايبين صورة واحد عنده 13 سنة أصغر طفل في يونايتد كينجدوم في بريطانيا. طبعا خلي بالكم أي حاجة كارثة بتحصل أول في أوروبا وبعدين تيجي لحد عندنا. الإلحاد ابتدى في أوروبا وبعدين يعدي المحيط الأطلنطي ويجي عندنا أمريكا. تحويل الكنائس إلى مراقص وكبريهات نفس الحكاية. الهوموسيكشواليتي نفس الحكاية. ليجاليزينج the abortion برضو نفس الحكاية. كله ابتدى في أوروبا ويعدي بعد كده عندنا في أمريكا. وقت 13 سنة والبنت 11 سنة ولا 12 سنة. ايه ده اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ وجايبينه هو ماسك ابنه ويقول اصلا هنربي الواد. ايه التأثير على ولد تيني؟ ايه الموبايلات اللي فيها كاميرات والفيس تايم، الكارثة اللي احنا مش دريانين بيه، وكل واحد فينا فرحان قوي، الواد ابني جبت له ايفون، ويا عم انت تفهم جبت له ايه؟ طب بتشوف ايه اللي بيحصل؟ طب بتعرف بيعمل ايه بالكارثة اللي اسمها كاميرا وفيس تايم في الـ في الـ في الـ في التليفون اللي معاه؟ واذا كان ابنك كويس وتحط في وسط ناس وحش، يا ترى اتعلم منهم ايه وايه اللي وصل له؟ ويل لنفوسهم لانهم يصنعون لانفسهم شرا. يصنعون لانفسهم شرا، احنا اللي بنجيبه النفسين. انا اللي جبت ده كله النفسي، هو ده اللي بيحصل. واحنا مش مقتنعين ان احنا اللي ابتدينا. عشان كده الدنيا باظت والدنيا هاصت وربنا مش قادر يسكت، وربنا يقول اعمل ايه؟ انتوا كل دلوقتي همكم في الفلوس وفي الالكترونيك ديفايسز، وتجيبوا التلفزيون البلازما، مش همكم تقفوا تصلوا، مش همكم تعلموا اولادكم قيم، مش هم بتزعقوا كتير اكتر ما تصلوا في البيوت، بتشتموا كتير اكتر ما تباركوا. طب وقولوا في النهايه الدنيا تبقى شكلها ايه؟ انا لازم هشيل الميه والعيش، ويحصل مجاعات ويحصل اوبئه، وتحصل تيجي المصايب من حيث لا ندر. من امتى كنا نشوف ان البحر يطلع على الشط يغرق الناس اللي في الدور الثالث والرابع زي ما حصل في تسونامي؟ من امتى كان السرطان منتشر؟ ما احنا كنا صغارين ما كناش نسمع عن السرطان ده غير فين وفين. يعني انا افتكر يقول لك فلان جاله المرض الوحش والبلد كلها تقف على رجل عشان واحد جاله سرطان. دلوقتي كل شويه نسمع عن ناس وناس صغيرين. الاوبئه وايش مش عارف انفلونزا الخرازين وايش البتاع ايبولا ومش ايبولا. والمسيح نفسه قال كده تسمعون باخبار حروب واوبئه ومجاعات وتزأر الامواج. الامواج هتزأر. ده كله ده يقول ان ربنا بيحاول يفوقنا. حتى الاضطهادات اللي بنشوفها والارهاب، ما الارهاب ده نتيجه ان احنا يمكن ربنا عاوز يرجعنا تاني، عاوز يرجعنا تاني. يقال انه كتير من الدول اللي في الشرق الاوسط، سوريا والعراق، كانت في ناس بعيده عن ربنا. اول ما ابتدت تحصل الحركات الارهابيه والتطرف
الناس ابتدت تخش الكنيسة وابتدت تصلي، والمسيح اللي كان نص ونص ابتدى يدور على الإنجيل ويقرأ فيه، وابتدى يصومه لأول مرة، اللي كانوا عمالين يقطعوا الصيام يقطعوا يقطعوا يقطعوا. إذن الاضطرابات دي جاية علشان خاطر الناس تفوق، مش ربنا قاصد انه يتعب الناس. ولكن يقولك طب هتاخد العاطل في الباطل، لا، شوفوا بقى في وسط الكلام ده كله، قولوا للصديق خير. انما الصديق الانسان اللي ماشي مع ربنا طمنوه وقولوا له خير، ما تخافش، مش عشان ما فيش عيش وما فيش مية أو بقى وهي ربنا هينزع والصبيان هيتسلطوا والناس تظلم بعضها ان انت هتضيع في الرجلين. قولوا للصديق خير. برضو ربنا يسوع المسيح لما حكى على مجيئه في الأيام الأخيرة قال انه لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. ايه ده لأجل المختارين؟ أتاري يا رب انت عينك على مين؟ عينك على أولادك، مش عشان هيحصل هيصة وزيطة وفوضى. إنه لا، ده قال كده، وشعر من رؤوسكم لا تهلك. في وسط الهيصة دي شعر في وسط جامات الغضب. لما تقرأ سفر الرؤيا، لما نقرأ ليلة أبو غلامسيس، نشوف وفتح الجامة الأولى والجامة الثانية والجامة الثالثة، والبحر أعطى الأموات الذين ابتلعهم، ونار نزلت من السماء، إيزابل اتحرقت، ودخان حريقها من بعيد. إيه ده؟ إنما في كل دول لا، في ولاد ربنا عارفهم. قولوا للصديق خير، قولها لنفسك دايما لما تلاقي مشاكل. وعلى فكرة الله قادر أن يحول من الشر اللي انت شايفه أن يحول منه خير. ما فيش حاجة ربنا بيعملها لك وحشة أبدا، ربما ما انتش فاهم، ربما ما انتش عارف. قولوا للصديق خير، لأنهم يأكلون ثمر أفعالهم. الناس الطيبة، الناس الحلوة هتاكل من أفعالها. الناس اللي قفلت على عيالها وقعدت ساعات، اللي يبقى جاي من شغله تعبان ويقول يلا نقف نصلي يا أولاد، يلا نقرأ الإنجيل، إنها يقولك خلاص بقى دروشنا احنا عشان نقف نقرأ، دروشنا خلاص يعني وتلحسنا في عقلنا، ما تخلينا طبيعيين، ما فيهاش حيل، ظهري مكسور، عاوز أنام عشان بكرة الصبح يوم مرعب. هنقعد الايام تجيبنا ورا بعضها وننسى ان احنا نبني ولادنا ونبني نفسينا. مش مهم بقى، لكن اللي ياخد ابنه ويقول له خد حط في الصندوق عشان تعرف تدي، اللي ياخد باله ولاده بيعاملوا بعض ازاي، بيحبوا بعض ولا بيكرهوا بعض، بيعرفوا يدوا لبعض ولا انانيين. هذه الاولويات اللي ترتبها، الاولويات اللي ترتبها، مش اصله جابوا لعيالهم كذا واحنا ما جبناش لعيالنا. لعيالنا يحسوا بالنقص، نقص ايه اللي هيحسوا بيه؟ نقص ايه؟ بالعكس، الولد لما يبقى طالع عارف هو ابن مين وعارف ايه القيم اللي عنده. انت بتخزن، خلي بالكم، ولادنا بنخزن فيهم، لانها بطيخ يا قرعة يا حمرة. بس البطيخة يا قرعة يا حمرة ده بعد ما يوصلوا لسن 16 و17 ويروحوا الدور. عشان كده never too late. انا مش بتكلم بس على الصغير، بتكلم حتى على الكبار. نرجع ونتكلم تاني، هنفضل نربي وهنفضل نعود. وقبل ما نربي عيالنا محتاجين نربي نفسينا احنا كمان عشان يشوفوا فينا قدوة حلوة. يأكلون من ثمر افعالهم. بتخافش، مفيش حاجة بتضيع، الذي يزرعه الانسان اياه يحصد. قولوا للصديق خير، يأكلون من ثمرة افعالهم. بس خلي بالك بقى، الشرير ايه؟ ويل للشرير شر، ويل للشرير شر، يعني الشرير حيجيله الشر. ليه؟ ها؟ لأن مجازات يديه تعمل به، عملك يرتد على رأسك. الذي يزرع الإنسان إياه يحصد، عملك يرتد إلى رأسك، مجازات يديه تعمل به. خلي بالك، خلي بالك، لا يكون عندك شر ومش طايق حد ومش عارف ايه، ده ممكن تتقلب الدنيا. الانجيل بيحكي لنا عن واحد اسمه همان، ما كانش طايق مردخاي في سفر استير، راح قعد يعمل له صليب 50 ذراع، قال علشان لما يصلب عليه مردخاي، يصلب عليه مردخاي. هو همان ده كان مين؟ كان الرجل التاني في المملكه. تلف الايام، مين اللي اتصلب عليه؟ هو نفسه مردخاي. من حفر حفره لاخيه وقع فيها، ومن نشر صليبا لأخيه صلب عليه. فخلي بالك، عملك يرتد إليك، مجازات يديك تعمل بك.
إنما الصديق قولوا للصديق خير. مين يا رب أنت نسينا في الزحمة؟ يقول مين قال إن أنا نسيكم؟ أنا عناية دايما على الحلوين. افتح معايا كده أشعياء 66، معلش يعني هو نفسه أشعياء اللي احنا بندرسه ده، اطلع لقدام كده إصحاح 6 آخر إصحاح، آية جميلة بحبها قوي من الآيات اللي تهزني دايما، آية 2 66. كل هذا صنعتها يداي فكانت كل هذه يقول الرب. بص بقى، وإلى هذا أنظر، نقطتين فوق بعض، ده ربنا بيتكلم وبيقول أنا في واحد مركز عليه. وإلى هذا أنظر، بتبص لمين يا رب؟ قال إلى المسكين والمنصحق الروح والمرتعد من كلامي، هو ده اللي أبص عليه تاني. إيه رأيك؟ عاوز ربنا يفضل باصص عليك وعينيه عليك محوطاك وحمياك من الفوضى اللي هتحصل في العالم كله. لازم تكون مسكين، لازم تكون منصحق الروح، لازم ترتعد من كلامه. اسجدوا لله بخوف ورعدة، يكون فيك خوف ربنا وتبقى جواك قلبك كده قدام ربنا يتكسر، مش زي اللي رفع عينه وقعد يقول له أنا لست مثل باقي الناس ولست مثل هذا العشر، أنا بصوم وبصل. إنما اكسر قلبك قدام ربنا وارتعد من كلامه وخليك مسكين ومنصحك في روحك، ربنا يفضل باصص عليك. طبعا انتوا يعني عارفين برضو الآية الجميلة اللي في أخبار أيام، يمكن أخبار أيام، يا رب أعرف أجيبها، لأنه ها اللي هي بتقول عين الرب تجولان، أهي الحمد لله. أخبار أيام 2:15، أخبار أيام 16-9، أخبار أيام 2:16-9 من أجمل آيات الكتاب المقدس. لأن عيني الرب تجولان في الأرض كلها ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. شوفوا كمان عين ربنا بتبص على الأرض كلها علشان أول ما يلاقي ناس قلوبهم كاملة يتشدد معهم. بالإنجليزي كمان جميلة، for the eyes of the Lord run to and fro. عارفين to and fro يعني ايه؟ رايحة جاية، بتعمل سكان throughout the whole earth، بتمسح الأرض كلها، to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. عندك loyalty لربنا، عندك أمانة وانتماء وإخلاص لربنا. لو كان عندك انتماء هتلاقي ربنا بيتشدد معاك وبيربط نفسه بيك وبيحميك. إنما الشرير مجازات يديه تعمل به. بعد كده هيبتدي يكمل اللي بيحصل، آية 12، شعبي ظالموه أولاد، يعني اللي بيظلموه عيال اللي ماسكين الحق. عارف لما يبقى ماسك الحق واحد آسف في الكلمة باللغة العربية الفصحى يسموه أخرق، أخرق يعني متهور. فاكرين القذافي مثلا؟ يعني من غير ما نجيب سيرة حد، يعني تقول عليه إيه؟ هو كان رئيس جمهورية قد الدنيا، ويا ريت سنة ولا سنتين، عدلوا عشرات السنين رئيس جمهورية، وتشوفوا على التهور اللي فيه واللي بيعمله ونزواته وأغراضه وشطحاته في الكلام. شعبي ظالموه أولاد. طبعا القذافي ده مسك الحكم وهو كان في العشرينات على فكرة، يعني ما كان في سنة 69، ما كانش لسه جاب 26 سنة 27 سنة، بقى هو رئيس جمهورية ليبيا وبيعوم على بحر من البترول، والنتيجة انه عمل كل الجنون اللي انتوا شفتوه دوت، اللي ما حدش يعني كان يصدقه. شعبي ظالموه أولاد ونساء يتسلطن عليه.
طبعا قلت لك نساء يتسلطن عليه لانه حصل كتير قوي انه الملك يبقى ماشي وحش فربنا يقصف عمره، فلما يقصف عمره يضطر يخلوا ابنه الصغير يبقى هو الايه هو الملك، بس لانه صغير لسه فلازم يشوفوا له ايه وصي، فيجيبوا له الوصي تكون مين؟ تكون امه، او حتى لو جابوا له وصي من الشعب غالبا الام هي اللي بتبقى ايه بتبقى ورا الحكم، وبالتالي يعني يبقى الحكم فيه فتن ومكائد وناس بتغير من بعض. يا شعبي مرشدوك مضلون، مضلون اللي بيرشدوك هم نفسهم بيضللوك، ويبلعون طريق مسالكك، بالانجليزي يحطمون طريق مسالكك. ده المفروض اللي يرشدوا دولت يودوا الناس للحتة الصح، لا هم اللي بيغرقوا الناس وهم اللي بيتوهوهم عن السكة. بص بقى، قد انتصب الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة الشعوب، وهو قائم لدينونة الشعوب. الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم. ايه ده؟ ربنا دلوقتي بقى بيرفع قضيته علينا. داود قال له ان حكمت يا رب من يقدر ان يحتج، كل فم يستد ولا يستطيع الكلام. تخيلوا بقى لو ربنا جه وقف قدامنا دلوقتي الليلة دي وابتدى يحاكمنا، هو عارف كل حاجة، واخد بالك؟ واصله هي حل من الاتنين، ربنا هو القاضي دي معروفة. المشكلة بقى انه قاضي هيبقى عادل ولا حنين؟ يعني قاضي ياخد الاكستريم اللي يودينا في اخر دهية، ولا يبقى حنين ويقول لنا انا عفيت عنكم ورحمتكم؟ المشكلة كمان انه في المحكمة اتنين مهمين قوي جنب القاضي، المحامي ووكيل النيابة. وكيل النيابة وظيفته انه يلبسك التهمة. انا شفت الكلام ده، يعني هو ما جابش اعدام للي قدامه يبقى يقولوا له انت مش شايف شغلك، ولكن لو جاب اعدام يترقى فيها، بيرقوه رؤسائه يرقوه، يقول له ها حكمت القضية حبكتها لبسته ويقعد يفايت وكيل النيابة ده غاوي يدخل الناس في المصايب، لانه هي دي وظيفته، وهو وظيفته انه يتهمك. انما في لوير وظيفته انه يدافع عنك، وظيفته انه يبرأك. دلوقتي بقى قدامك حل من الاتنين، يبقى ربنا القاضي وكيل النيابة، دي تبقى كارثة بقى، لانه لو بقى القاضي وكيل النيابة، تخيل وكيل النيابة والقاضي متعشين مع بعض وحضرتك داخل تتحاكم، هيحصل لك ايه؟ دول حبايب، والقاضي بيثق ثقة عمياء في وكيل النيابة. عشان كده قال وهو قد انتصب الرب للمخاصمة. للمخاصمة يبقى هو ايه؟ ما هو خصمك هو وكيل النياب. انت لما سوري يعني واحد يعمل جريمة، فوكيل النياب ده يمثل الدولة اللي واقفة ضدك لانك اعتديت عليها، والمحامي يمثلك انت بيحاول يبرأك، والقاضي يحكم ما بين الاتنين. فلو القاضي مال لوكيل النيابة انت بقيت في موقف خطر جدا. هو ده اللي حصل دلوقتي، قد انتصب الرب للمخاصمة، مش انتصب الرب للحكم، انتصب. هو ده هيقف قدامنا. طب هو لما ربنا يقف قدامنا نروح فين يا رب؟ نروح منك فين يعني؟ ده انت مناش غيرك، دلوقتي انت اللي واقف قدامنا وانت اللي بتحكمنا. قد انتصب الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة الشعوب، هو اللي حيدين الشعوب، لكن هو كمان اللي بيخاصمهم لانه انت اعتديت عليه، لانك انت اغصته بشرك. الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه. خلي بالك بقى، حط الاية دي قدام اية قالها بولس الرسول، قالها بولس، وان اخطأنا فلنا شفيع عند الله الآب يسوع المسيح، وهو شفيع ليس فقط عن خطايانا ولكن عن خطايا كل العالم. إن أخطأنا فلنا شفيع، شفيع يعني محامي، لوير، أدفوكيت باليوناني الكلمة أدفوكيت، اللي هي احنا كنا بنستخدمها في مصر لما نقول الواحد طالما هيقبضوا عليه يروح يشوف له ايه أفوكاته أو محامي، اللي هي بالإيطالي أفوكاتو، لكن هي باليوناني أدفوكيت. فتحب ربنا يبقى أدفوكيت ولا يبقى بروسيكيوتر؟
خلي بالك ده في عصر لما كان ربنا بيحكمهم، لكن نشكر ربنا في عصر النعمة دلوقتي. إن أخطأنا وفي حد تايب وجاي يكسر قلبه قدام ربنا يقول له أنا شفيعك، إنما الجريء اللي عينيه مفنجلة اللي ناسي ربنا يقول له أنا خصيمك. تحب ربنا يبقى خصيمك ولا يبقى شفيعك؟ ده السؤال. الرب يدخل في المحاكمة مع شعبه، مع شيوخ شعبه ورؤسائهم، وأنتم مع شيوخ شعبه ورؤسائهم. المشكلة في الكبار، لأنه السمكة تفسد من رأسها، وعشان كده إحنا كبار مسؤولين عن تربية عيالنا. طبعا القادة ربنا يرحمنا، عشان كده بنقول لكم صلونا دايما. أنتم قد أكلتم الكرم، الكبار دول المفروض يحرسوا العنب، يعني حاميها حراميها. يعني تخيل بقى انه رؤساء الكهنة اليهود كانوا هم بياكلوا في الشعب، ما ده اللي خلى ربنا يسوع المسيح قال لهم بيتي بيتي صلاة وانتم جعلتموه مغارة لصوص. الفساد والكوربشن ده خدوا المسيح، والبار قتلتموه. عاوز ايه اكتر من ان المسيح نفسه يقف قدامهم يتحاكم يلبسوه تهمة؟ عارف يعني اللي يقولك ياكلوا مش عارف مال، لا ده مش اكلوا بقى مال اللي مش عارف ايه، دول ما يعني رئيس الحياة قتلتموه. بطرس قال لهم كده في سفر الاعمال، وقتلتم البار معلقين اياه على خشبة ورئيس الحياة قتلتموه. اكتر من كده فساد. الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم، انتم قد اكلتم الكرم، الكرم اللي هو العنب الفينيارد، يعني سلب البائس في بيوتكم، يعني الغلبان الهوملس اللي محلتوش حاجة سرقتوه، وفين؟ في البيوت بتاعتكم. يعني دخلتوه بيتكم عشان تسرقوه مش عشان توكلوه. واحد هوملس داخل بيتك يقولك وكلني، تقوم سارق منه الجزمة المقطعة اللي هو لابسها، تقوم واخد منه حتة الهلاهيل اللي شايلها في البقجة بتاعته. مين يقول كده؟ سلب البائس في بيوتكم. تقول لي مش انا اللي عملت، يا عم دبككم مش برا، وده داخل يقول لك اديني حتة لقمة تدخله علشان تسرق منه الحتة الهدمة اللي حلته. سلب البائس في بيوتكم، ما لكم تسحقون شعبي وتطحنون وجوه البائسين. ليه كده بتسحقون شعبي وتطحنون وجوه البائسين؟ خلي بالكم، الابيوزنج دوت شيء خطير، وعشان كده احب انبه كل اب وكل ام، بلاش الضرب كتير، بلاش الخناق، بلاش الزعاق. خلي بالك انت ممكن تكون بتزعق لامهم، فده يبقى ابيوزنج ليهم هم، لانهم مش شاعرين بالامان. خلي بالك انت ممكن تمد ايدك بكتير فالعيال تخاف منك، محدش يحب يبقى ابيوزد. تسحقون شعبي وتطحنون وجوه البائسين، يعني في ابيوزنج، يعني في افترا، يعني في اسوأ. وسأل ربنا السؤال ده. خلي بالكم سفر اشعياء مليان اسئله، مليان أسئلة وملهاش إجابة. الإجابة عندك أنت. ليه بتسحقوا الشعب؟ ليه بتطحنوا وجوه البائسين بدل ما تطيبوهم وتعزوهم؟ يقول السيد رب الجنود، وقال الرب. خلي بالكم بقى هيبتدي يتكلم على المرأة، محدش يزعل، لأنه زي ما هو اتكلم على الكهنة هو ما بيقول لهم أنتوا الكهنة أكلتم القرم، ما يدخل مع شيوخ شعبه، الشيوخ اللي هم الكهنة يعني ورؤسائهم اللي هم القادة، وقبل كده اتكلم على الجنود، دلوقتي هيتكلم على المرأة. فما حدش يحس بالديسكريمينيشن ويقول لي يا ابونا. بس هو بقى ايه مشكلة المرأة؟ انها مهمة جدا، فلانها مهمة جدا فلازم نحط عليها العين شوية جدا، واخدين بالكم؟ طبعا نابليون بونابرت له قول مشهور يقول لك شلشيلة فام، او دور على المرأة دايما شرشيلة فام، يعني اما تحصل مصيبة شوف في وراها حد واحدة ست ولا لا، يعني مع كل الاحترام. بس هنشوف دلوقتي انه الست دورها مهم. الست دي هي الام، هي الزوج، هي الحكمة اللي في البيت، هي اللي بتصنع الاجيال. كل واحد فينا صنع بواسطة امرأة، هي امه اكيد ما فيش شك، وعشان كده تفضل الام عايشة في وسطينا، وتفضل الام
يعني ليها معزتها، والواحد ما يحسش باليتم ولا بالعجز غير لما يفقد أمه. فدورك مهم، عشان كده دورك مهم. هيبتدي بقى إيه؟ ربنا هيكلم على بنات صهيون. وقال الرب من أجل أن بنات صهيون، نقولها كلها وبعدين ناخدها حتى حتى. من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهن وخاطرات في مشيهن ويخشخشن بأرجلهن، يصلع السيد هامة بنات صهيون ويعري الرب عورتهن. ينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعصائب والسلاسل والمناطق وحناجر الشمامات والأحراز والخواتم وخزائم الأنف والثياب المزخرفة والعطف والأرضية والأكياس والمرائي والقمصان والعمائم والأزر، فيكون عوض الطيب عفونة وعوض المنطقة حبل وعوض الجدائل قرعة وعوض الديباج زنار مسح وعوض الجمال كي. ده بقى ده كلام صعب قوي، ناخدهم حتة حتة كده. ايه اللي حصل؟ او نشوف ايه خطية بنات صهيون. خطية بنات صهيون انه قال كده من اجل، يظهر ان ادي الكيسة هو، ما هو ربنا هيخصم شعبه فلازم يقول من اجل. ليه يا رب عامل هيصة؟ ليه يا رب زعلان؟ قال من اجل، من اجل ادي السبب، ان بنات صهيون يتشامخن. يعني ايه يتشامخن؟ حاسين بنفسهم. كارثة، كارثة لما الواحد يحس بنفسه، وبالذات لو كانت امرأة وتشعر بنفسها، ويا أرض تهدي ما عليك أدي. هنا الكارثة تبدأ منها هنا، يتشامخنا حتى نفسية. وعشان بيتشامخنا يمشينا ممدودات الأعناق. ممدودات الأعناق يعني إيه؟ كده يعني الرقبة الفوق. يمشينا ممدودات الأعناق غامزات بعيونهن. شوف الصورة، الصورة يعني تفاصيلها صعبة أو جريئة. غامزات بعيونهن، هو أنت على عاوز تجيب حد جيبه بعينيك يعني، أو جيبه بعينيكي، واخد بالك؟ غامزات بعيونهن خاطرات في مشيهن. خاطرات في مشيهن يعني يضيقن الخطوة، يعني ما بيمشوش بسرعة، يعني بيتلكعوا، يعني بيتسكعوا، يعني الخطوة صغيرة عشان نمشي كتير قدامهم، عشان نلفت نظرهم، عشان نوقعهم في اللي احنا عاوزينه. طبعا ممكن تاخد الكلام ده على الخطية، بس يعني انا مش عارف التفاصيل، بضطر ان انا اقولها. يعني يمشينا ممدودات الأعناق غامزات بعيونهن خاطرات في مشيهن يخشخشنا بأرجلهن. يخشخشنا لأنكم عارفين طبعا المصريين بالذات لحد وقت قصير وإحنا صغيرين كان في ستات تمشي بحاجة اسمها الإيه؟ الخلاخيل، رنة الخلخال. ومعروف أنه توفيق اسمه ده نجيب محفوظ في الرائعة بتاعته زقاق المدق، معرفش قرتوها لا، بس من أروع ما كتب نجيب محفوظ على زقاق المدق، بنت الحارة الطيبة اللي لبست الخلخال وشخشخت في الخلخال، فلقتها الراجل الوحش اللي بيشتغل في الكباريه وخدها من الحارة ومشاها مشي وحش، وفي الآخر راحوا قتلوها وجابوها. قصة مشهورة قوي، زقاق المدق من أروع مسرحيات اللي كتبها نجيب محفوظ. فكل القصة قايمة على رنة الخلخال. الخلخال ده حاجة بتتلبس في الرجل كده طبعا تعرفين، وأحيانا يبقى ذهب أحيانا يبقى فضة، ولكن في شخشيخ. المقصود به إنه لما يعني الست تخش ترن، فكل اللي مش واخد باله ياخد باله. يعني زمان انا في مصر كان عندي الكنيسه بتاعتي كانت معموله بالرخام، فكان كل ما نصلي تك 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 تك. الحمد لله ان انتوا عندكم هنا موكيت فما فيش تك تك تك، انما كان، ولدرجه ان انا اتجننت ونزلت قعدت الف اجيب سجاجيد من تحت الارض عشان تك 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 دي اللي تخلي كل الناس وهي واقفه تقول ابانا الذي، تبص على اللي بتدخل التك تك دي. يخشخشنا بارجلهن، هما بيعملوا كده
ده اللي بيعملوه هم من اجل ما بيعملوا كده. طب ناوي يا رب تعاقبهم ازاي؟ قال اتفرج بقى. هفرجك انا، اصل هم فاكرين الدنيا سهله، فاكرين الدنيا ليهم. وديكوا شايفين الفنانات اللي كانوا في شبابهم اجمل من كده ما فيش، شفناهم على فراش الموت، وشفناهم في البهدله، وشفناهم في المرض. هو ده بقى. طب ما الواحد يعني، هو قيمة الواحد بإيه؟ قيمة الواحد بجماله ولا قيمة الواحد بنفسه؟ ده حتى إهانة لأي امرأة أنها تشعر أن قيمتها في جمالها. فريد أن ربنا أداكي حاجة حلوة، طب لو كان ربنا خلقك من غير الحاجة دي كنت هتعرف تغيرها إزاي؟ يعني لو الواحد ربنا خلقه ببشرة سودة ولا ببشرة صينية ولا شعره أكرد، ولا كله من ربنا. إنما القيمة هي قيمة الشخص. ناوي ربنا يعمل إيه؟ يصلع السيد هامات بنات صهيون، هيقرعهم. ادي اول حاجه. تخيل بقى واحده ست بعد ما كانت ممدودات الاعناق وغامزات بعيونهن وخطرات في مشيهن، هتبقى قلعة ارعى زلبطه كده، ارعى حاجه، وقار المراه وجمالها وحلاوتها في شعرها. يصلع السيد هامات بنات ويعري الرب عورتهن، الفضيحه يعني، يعري الرب عورتهن. ينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخيل اللي عاملة شخشيخ في رجليها دي، تشخشخ بقى رجلها. طب ينزع الخلاخيل والضفاير اللي نازلة من فوق لتحت، والأهلة، الأهلة اللي هي الكردان، كردان اللي هو النيكلس يعني، اللي بتحط على الصدر. بس في مصر بقى وفي البلاد العربية يحبوا يعملوا حاجات كده ايه، تبقى ذهب وكبير. والحلق اللي بتركب في الودان، والأساور اللي بتتركب في المعاصم، والبراقع، براقع دي برضو حاجة كده يعني عشان تركز في عينيها، يعني في العرب بالذات يحطوا حاجة كده زي يشمك، يسموه يشمك، وبيبقى برضو مزخرف بخيوط من ذهب، ومش المقصود بيه الحشمة، بالعكس المقصود بيه انك تبص على عينيها، فيعني تركز في العين اكتر فتقع اكتر. وطبعا معروف يعني انه كانت في تجارة مش لطيفة، فكانوا يعني اساتذة في الكلام ده كله، اللي هي البراقع دي اللي هي اللي بتخلي العين تبقى عليها التركيز. والعصائب، العصائب برضو شخاليل بتتحط في الايد، والسلاسل بتتلبس، والمناطق حزام، وحناجر الشمامات. حناجر الشمامات، معلش الترجمة أصلها مش عارفين يترجموا، لكن حناجر الشمامات يعني أزايز البارفان، إنه البارفان هو اللي بيخليك تشم ريحة حلوة. فبيبقى بس عشان البارفان زمان كان غالي جدا، ويقعدوا يعصروا ورد بتاع غيط بحال عشان يطلعوا أزازة قد كده، فبيبقى غالي قوي. فتلاقي إنه الفوهة بتاعت إزازة البارفان ضيقة جدا، فالحناجر بتاعتها أو الحنجر بتاعها ضيق جدا عشان يطلع ريحة بحساب. حناجر الشمامات والأحراز، الأحراز اللي هي العلب اللي بيتحط فيها المجوهرات، العلب اللي تحط فيها المجوهرات. تعرف دلوقتي لما تروح ميسيز ولا جيسي بيني، شفت الكلام ده في امريكا مش في مصر، في سيكشن بس لعلب المجوهرات، ازاي تفتحها وفيها مراية والادراج الصغيرة عشان الخواتم في حتة واللي مش عارف ايه في حتة، كل ده ربنا هيكسره. والخواتم اللي تتحط في الايد، خزائم الانف لانه كانوا برضو بيحطوا حاجات في مناخرهم، حلقان في مناخرهم، والثياب المزخرفة والعطف. الثياب دي اللي بتتلبس من تحت، العطف بقى اللي هو زي البلطو الفارو أو الفرير، يعني الفرير اللي بتلبس. والأرضية ده بقى اللي برة خالص عشان لو في مطر. والأكياس، الأكياس اللي هو البورتفي سموه ايه، البوك يعني، اللي بتبقى برضو لازم يبقى لايق مع الطقم يعني، فده برضو بيبقى جزء من اللبس يعني لانه والمرائي، المرائي جمع مرايات، طبعا مراية مهمة جدا في عند الست وزينتها، كل ده هيكسره. ها ينزع الرب. والقمصان اللبس بقى اللي هو يعني تحت الفستان، والعمائم لو في برنيطة
ما خلاش حاجة يعني، واخدين بالكم فيش حاجة مش هنجيب سيرتها. البورنيتا، الأزر اللي هي جمع إزار، الإزار ده اللي هو الحاجات اللي بتربط ببعضها، الشناكل واللي هي المردات بقى، مردات اللبس يعني. طيب هيحصل ايه بقى؟ فيكون، خلي بالكم بقى، عوض دي كلمة عوض هتلاقيها بتتكرر كتير في سفر أشعياء، حاجة ربنا ياخدها ويحط بدالها حاجة. هياخد الطيب، هياخد البارفان ويجيب بداله عفونة. الواحد فينا لما يكبر وسنه يكبر ويبتدي يتبهدل ما هي عفونة يعني، مهما حطينا ريحة برة، ما احنا عفونة المعدة معروفة يعني، حتى للي بصحتهم يعني، فما بالك بقى الدنيا بتتدهور بيهم. وعوض المنطقة حبل، يعني بدل ما الواحدة كانت لابسة منطقة يعني لابسة حزام مش عارف بكام، هلا هتلبس ايه؟ حبل، حبل كده تربطه. عوض الجدائل قرعة، يعني كانت عاملة شعرها مش عارف مشت ولا مش عارف ايه، الجدايل دي نازلة كده فبقت ايه؟ قرعة. عوض الدباج زنار مسح، الدباج اللي هي الزخرفة بقى والاكسسوارات الاكسسوارز، بقت ايه؟ زنار مسح. زنار مسح ده المسوح اللي هي الخيش، والخيش ده فاكرين الخيش اللي كنا بنمسح بيها زمان؟ عارفش تفتكروها لا، اللي كانوا يجيبوها من شولة الرز، كان شولة الرز اللي بيحط فيها الرز ويحط فيها القمح ما تتباعش، يبيعوها في البيوت على انها ايه؟ خيش. وعلى فكرة كانت تمسح رائع، معرفش ازاي يعني، بس انا فاكر كويس جدا لما كانت تتعصر اشوف الست يعني اللي بتعملها عندنا، شوفها كده ايه ده، بتطلع مية وبتمسح رائع. فدي بقى كانت يلبسوها الملوك في زمن التزلل، يعني داود لما حزن على ابنه لبس المسوح دي، ملك نينوى برضو لبس المسوح. وعوض الجمال كي، يعني بعد ما كان في بقى جمال وفي ميك اب ومش عارف ايه، اللي يحصل انه يجيله انفكشن زمان، يقعدوا يحاولوا في لو حد جاله انفكشن في وشه يقعدوا يحاولوا في الاخر ما فيش حل غير انهم يعملوا ايه؟ يسخنوا حاجه ويحطوها تتكوي تتطهر، لانه بيخافوا، لانه ممكن يحصل غرغرينه للحته دي تبوظ الجسم كله. فاللي يتضرب بسيف ضربه مثلا علشان خاطر ما يحصلوش انفكشن، يقوموا جايبين حاجه سخنه ويمرروها عليه يتكوي. وطبعا يعني بعض السيدات كانوا لازم يتكوي في شفايفهم، في قبائل السودان الست اللي بتشوفوا شفايفهم مقطعة هنا دولت بيكوها، بيكوا الشفة ويقطعوها، معرفش ليه ده حاجة عندهم كده، فيبقى علشان الست بعد ما تتجوز ما حدش يبصلها يعني في القبائل كده، عشان يوحشوها، عشان فنوع من العقاب ان هم يكووا وشها. فعوض الجمال كي، ادي الستات خلصنا، نخش على الرجالة. رجالك يسقطون بالسيف. طبعا مرة تانية قبل ما نسيب الستات، هم يعني فوق راسنا من فوق، واسفين اذا كنا زعلناهم، بس مش عارف نروح فين من اللي اتقال ده. انما برضو علشان بنتكلم كتير في الكنيسة والناس اللي تخلي بالها، يا داخل الكنيسة داخلين نصلي وداخلين، بطرس قال يعني الستات اللي تكن زينتكن من ليس من ضفر الشعر ولبس الثياب، بل زينة الروح الهادئ الوديع. عاوز اقول انه كرامتك وجمالك جوه، مش في كمية الميك اب وكمية حتى ده بيضيع الهوية. قيمتك في فضايلك، مش في الاساور والمجوهرات اللي انت لابساها. جمالك في اتضاعك، وفي بتكلم لينا كلنا، مش في الميك اب اللي حطاه. انما نقعد نكتر، وطبعا التطرف في الحاجات دي صعب قوي يعني، تقعد تحط ميك اب على طريقه بقى ايه يعني، حتى خطيبها ما بقاش عارف هي جميله ولا وحشه، هيخربش بقى ويكتشف ايه اللي تحت الخربش، ويكسب او خربش ويخسر، زي ما انت وحظك بقى، ما انت مش عارف، كله ضايع دلوقتي. وفي زمن البلاستيك سيرجري دلوقتي اللي طالعين فيه، بقاش حد
فين فين الجمال؟ واحدة تدفع ملايين عشان تبقى جميلة وهي عمرها وتكون سوري بعد كده تطلع على التلفزيون انها عذبت الخدامة بتاعتها وموتتها، ماتت في ايديها. يعني هي ممثلة مشهورة راحت عملت عملية تجميل بملايين، قال علشان خاطر شفايفها تبقى مقلبازة، راحت عملت حقن في شفايفها بملايين الجنيهات، بس في نفس الوقت بتضرب خدمتها موتت هي نفسها، لأنها مش مهم عندها أنها تبقى جميلة في الروح. المهم نخش على الرجالة. رجالك يسقطون بالسيف وأبطالك في الحرب. الرجالة بقى الستات بنتكلم على الخلخال والبتاع، لا ده الرجالة دول بقى وقعتهم ما لهمش حل، هو السيف وقطع يا محترم، شد على طول وقطع الرقبة. مش هنقعد بقى نقول ننزع نقرحهم ونعريهم، ما فيش لا قرعة ولا ده، خلص على حياته. فتئن وتنوح أبوابها، أبواب صهيون يعني، وهي فارغة تجلس على الأرض. ما الرجالة لما تموت الأبواب بقت البلد نهيبة، البلد نهيبة والأبواب محطمة وأي حد يخش، وهي فارغة تجلس على الأرض. صهيون وقع على الأرض. فيحصل ايه بقى؟ اصحاح 4 لان هو جزء مرتبط بده، يقولك فتمسك 7 نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا ليوضع فقط اسمك علينا ان زعرنا. من كتر ما الرجالة هتموت موت ما فيش حل، الجيوش كانت زمان تخش تطير الرقاب، الرقاب طارت فما بقاش في رجالة، فالستات كترت على الرجال. فيحصل ايه بقى؟ 7 ستات يتلموا على راجل 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 راجل، واخد بالك انت بقى راجل لقينا راجل وبعدين يقولوا له بص اسمع بقى، احنا راضيين ان كل واحدة فينا تبقى مراتك، مع ان اغلى حاجة عند الست يعني الدرة مرة زي ما بيقولوا، يعني الست تستحمل اي حاجة في الدنيا ولا تستحمل كلها درة، لا دلوقتي مستحملة تقولوا له ايه رأيك، احنا متفقين احنا 7 انك انت تتجوزنا. وبعدين ايه بقى بيقولوا له بص ما تفتكرش ان كل واحدة فينا تقولك هات لها عفش وهات لها بيت وابني لها اوضة، لا لا بص يعني بلقمتنا وبهدمتنا. انت عارف كان زمان البت الغلبانة في البلد تقول للوقت كده تقول له بهدمتي يقول لها طيب ما عنديش، يقول له ان شاء الله حتى بتاع ده حصيرة على الارض وقول هنتجوز. فهي دي دلوقتي نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا، يعني بس عاوزينك توكلنا حتة العيش وتحط الهدم على جتتنا ليوضع فقط اسمك علينا إن زعرنا. إن زعرنا اللي هي بالبلدي أستر علينا، تعرفين في عندنا الكلام ده طبعا عشان احنا جايين من الحتة الفقيرة يعني في الميدل إيست، لسه الكلام بيتردد يعني وفاهمينه، يعني من فضلك بس ايه يعني اتجوزنا عشان تستر علينا ويبقى في حد لو حد حب يتحرش بينا نقول له لا ده انا مرات فلان، لو ان احنا 7 متجوزينك بس مش مشكلة، ولانك انت راجل يعني مش هتستتنا ولا تلبسنا ولا هتجيب لنا ذهب ولا تجيب لنا شبكة، بس كفاية انك توكلنا اللقمة وتغطي جسمنا وتستر علينا ليوضع فقط اسمك علينا، فلما يجي حد اقول له انا مرات فلان ايه ده ايه اللي احنا وصلنا نفسنا ليه ده. وانت عارف طبعا الابن الضال لما ساب بيت ابوه بعد ما كان ابن وكان 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 دلوقتي بيعمل ايه؟ مش عارف ياكل من الخرنوب بتاع الخنازير، ايه ده؟ وافتكر يمكن قلت لكم قبل كده ممكن تفكر بخيالك على الابن الضال ده بعد ما ساب ابوه وراح في القريه والحر اتدحور بيه وابتدى ما يلاقيش حتى الخرنوب، فلو ما كانش رجع لبيت ابوه خلي بالك وكان أصر يقعد في وسط الخنازير كان إيه اللي هيحصل؟ بلد الخنازير، جمهورية الخنازير الاشتراكية العظمى هيقعد فيها، يكبر وبعدين عاوز يتجوز، فيتجوز واحدة يعملوا طبعا فرحهم في وسط الزريبة جو شعري بتاع الخنازير، ما عندهمش غير كده، هيربوا عيال، عيالها تطلع تلعب مع الخنازير على طول، واخدين على الخنازير بقى عيال خنازيري كده حلاليف، وبعدين العادي لما تكبر هندخلهم مدرسة الخنازير الاشتراكية الابتدائية، وبعدين نوديهم بعد كده جامعة الخنازير واخد بالك، وبعدين البيت كبرت عاوز اتجوزها فدور لها على حد برضو يكون ابوها عنده يعني خنازير مش حلوة كده مربربة ويبقى الشبكة بتاعها خنازير خنازير في خنازير.
والعيال دي لما تكبر هتخلف عيال، وبعدين عيالهم يتجوزوا ويخلفوا عيال، بعدين يعلم يتجوزوا ويخلفوا عيال، بعدين يجي عيالين يكلموا مع بعض، يقوم يقول له ايه، ايه رايك في الخنازير؟ يقول له جميل واحنا شفنا غيرها. يقول له تصور ده فلان معاه 4 خنازير واحنا معانا 3 خنازير، ده غني عننا. ما هو دلوقتي اللي بيتباهوا بيتباهوا بالايه، بالخنازير، ما دي عيشتهم. بعدين يقول له تصور يا واد، يقولوا قال جدنا كان عنده بيت حلو وابونا ساب البيت وجه. يقول له يا راجل بتصدق الهكس ده؟ هو احنا شفنا غير الخنازير؟ انت بتصدق انه كان في بيت وكان في خدمين وكان بيفضل عنهم الخبز؟ دي كلها اساطير يا عم. يا عم احنا ما شفناش غير الخنازير يا عم، يا عم احنا مش عايشين غير في الخنازير وهنموت في الخنازير. بس انت كل حكايه بدل ما عندك خنزيره يبقى عندك خنازير. ويعني هي دي عيشتنا وحكم مناخيرك في الوحل. هو ده. انما ما تصدقش ان احنا كنا ناس نضاف وكنا ناس محترمين. هو ده اللي بيحصل دلوقتي. يقول لهم انتوا مصدقين ان في حاجة اسمها سماء؟ انتوا مصدقين ان احنا كنا في السماء وطردنا من الفردوس؟ احنا يا عم هنفضل هنا في الخنازير يا عم؟ دي اساطير اللي بيحكوها. لا يا حبيبي، انت اساسا مكانك فوق، سيرتنا نحن في السماويات، our citizenship is in heaven، جنسيتنا جنسية سماوية ومفروض نرجع تاني للسماء. يقول لك يا عم خليك في اللي انت فيه ده، دي اساطير. من كتر ما خدنا على الغلط بقى الغلط هو القاعدة، واستكترنا على نفسينا النظافة، واستكترنا على نفسينا الغنى، وخلاص بقينا نرضى بقليلنا. ولما بيني وبينك الحال ينزل لتحت، تبص تلاقي الواحد فينا يتنازل. كل ده بسبب ايه؟ ها؟ بسبب الخطية. ارجع تاني للآية اللي آية 8، لأن أورشليم عثرت ويهوذا سقطت لأن لسانهما وأفعالهما ضد الرب. لكن خلي بالك، قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون من ثمر أفعالهم، أما الشرير وين للشرير شر لأن مجازات يديه تعمل به. هنقف عند كده، احنا في الإصحاح 4 هنكمل من الآية 2. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. أي سؤال تحت أمركم. أي دكتور مدام شادية تفضل. أنا معك طبعا مدام شادية، بتقول أنه قد يكون البنات وقد يكون، يعني أنت بتكلمي صح. على فكرة أحيانا الراجل يخشخش بأرجوله برضو، مش بيخشخش بقى أنه يلبس خلخال، أفعال خاطئ. لا، ولا الراجل ممكن يتباهى بالعربية اللي ركبها مثلا، واخد بالك؟ يعني التباهر والتفاخر وبعدين أصل الست اللي ماشية وحش دي عمرها ما هتبقى وحشة غير إذا لقت راجل لمؤاخذة إرادته ضعيفة، هو التاني عاوز يمشي وحش، ولا هتمشي وحش لوحدها يعني. لكن هي ممكن ناخد الامور بمعنى رمزي زي ما انت بتقولي، ويبقى بالتالي مقصود بيها افعال الخطيه او افعال الرياء. يعني انا لما احب ابقى بان من بره حلو، ما هو خلي بالك في ناس بدل ما تحط خشاخيش وتحط ذهب وكده، انا ممكن مثلا ايه اجي الكنيسه عشان يقولوا عليا ان انا بتاع ربنا، ممكن لما يقولوا في تبرع لحاجة اروح ادي الشيك كده قدام الناس عشان يقولوا ان انا ما قصرتش وان انا اديت زيهم، واخد بالك؟ هو ده كل ده نوع من الزينة، ولكنها زينة فاسدة. فاحيانا احنا هي الفكرة، كل واحد فينا ما بيحبش يتفضح، بس احنا مش عارفين ننقي صح. بنزين نفسينا بحاجات هي بعيدة. زين نفسك بروح ربنا، زين نفسك بانك تمشي في تعليمه، ما تزينش نفسك بالعالم اللي بره، لان العالم اللي بره ده ممكن يتقلب عليك. فالشعر يبقى ارعى والخلاخل تبقى حبل والدنيا تتلخبط بيك، وممكن الدنيا تلاقيها في لحظه. مين فينا ضامن الدنيا ومين فينا ضامن الجمال الجسدي؟ اما الجمال الروحي عمره ابدا ما يضيع، بالعكس. ياما ناس كانوا في منتهى الجمال ولما تابوا والمرض دخل عليهم. فاكر مرة قلت لواحدة ست يعني بتقول لي يعني شايف ازاي، قلت لها انت دلوقتي اجمل من الاول لان جواكي روح ربنا ولان الروح مستنيره.
فلك حق المدام شاديها، ممكن موضوع ناخده بمعنى معنى، يعني مش لازم يكون معنى حرفي، انما ناخد المعنى المجازي. يعني سبع نساء يمسكنا برجل واحد، ان الناس ان الامم كلها تيجي للمسيح وتقول له انزع عارنا. لا لا، بس هي صوره لقبول تعدد الزوجات البنوجمي، يعني ازاي انه الست اللي كانت ترضى ان يكون جوزها بتاعها وترضى انه اخر يشاركها فيها. والمسيح لما حب ياخد زوجه، خطبتكم كي يقدم عذراء واحدة لرجل واحد. أنا أرضي على الطلاق. ممكن يعني إن كان الصورة في لغتها في سياقها. أو بصي زي ما أوريجانوس علمنا، كل نص في الكتاب ممكن تخديه بكذا مستوى. فاللي انت بتكلمي ده مستوى اعمق، انه لو هناخد انزع عارنا يا رب، يبقى المسيح هو مخلصنا وهو زوجنا، الرب هو بعلك. ممكن، بس المسيح مش هيوكلنا خبز ويلبسنا ثياب بس. ده قال كده، هتشوفي بقى في أرمية، في حزقيال، لما قال وجدتك مدوسة ولبستك وحممتك وطهرتك وحطيت عليك الثياب المطرزة. المسيح يزيننا مرة تاني، مش بس يحط هدمة وخلاص ويدينا لقمة عيش وخلاص. لا، ده يوكلنا. ده يقول كده طوبى المدعوين العشاء عرس الخروف، يقول كده في السماء يتكئون ويقوم هو فيخدمهم. مش مجرد حتة عيش بقى، ده واضح انها بانكويت، سماه بانكويت، عشاء عرس الخروف. اي سؤال تاني؟ ايوه دكتور رامي. الدكتور بيسأل على النعمة، فين نعمة ربنا هنا؟ ما هو شوف، ما يقدرش النعمة غير اللي يحس بخطيته، واخد بالك؟ يعني النعمة ما تجيش لحد مش حاسس بخطيته. مشكلة شعب بني اسرائيل ان هم غازوا ربنا بخطيته، فكان لازم الاول يفوقها. يعني هو ربنا يحب يفوقك، وبعد ما يفوقك ما عندوش منع ينسى، وما عندوش منع يبتدي معاك بداية جديدة، وما عندوش منع يسامحك. انت عارف المثل بتاع الراجل اللي كان عليه 10,000 وزن، جابه الملك قال له يا عم هتدفع ازاي؟ فوقف وبلم كده، فقال له لا، بص بقى حبيب قلبي، انت عليك 10,000 وزن، 10,000 وزن يعني حوالي 30 مليون دولار، في متى 18 المثل المعروف في متى 18. فقال له معيش، قال له طب بص بقى الحكم، يتباع كل ممتلكاتك، ويتباع عيالك في السوق العبيد، وتتباع مراتك. طبعا عيالك رمز للذرية بتاعتك، ومراتك رمز للشرف، وكل ما تملك، وتتباع انت كمان عبد ليك، لحد ما نجيب ال 30 مليون دولار. هنا حصل ايه للراجل؟ فسقط عند رجلي سيده وقال له تمهل عليك حتى أوفيك الجميع. غالبا هو الشراح لما بيقوله سقط، هو مش سقط علشان يتضع، هو سقط لأن الأرض لفت بيه. لأن لما واحد الملك يقول له هاخد كل اللي عندك، وهاخد مراتك وبيعها في السوق، واخد عيالك وبيعها في السوق، وهتبقى مش على الحديدة، ده أنت كمان نفسك هتتباع. فوقع على الأرض من الدخ. إيه اللي حصل بقى؟ بص بقى الآية اللي جاية، فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له كل الدين. فجأة كده، فجأة هنا النعمة بقى اللي انت بتتكلم عليها. فجأة راحت نعمة ربنا، قال له بص حبيبي، انت واقع كده تحت رجلي، انا كنت عاوزك تقع، انا كنت عاوزك تتكسر. طول ما انت ممدودات الأعناق وخاطرات بمشيتهن وغامزات بعيونهن، لا ده انا أقرعك وعريك واكشف عورتك، لكن لما انت تقع على الأرض انا اقول لك. فراح الملك قال له قوم حبيبي روح بيتك. قال له يعني ايه روح بيتي؟ مش مصدق ودان. قال له روح بيتك، انا مسامحك في ال 30 مليون. شوف الجمال، شوف النعمه بقى. ليه؟ لان المسيح على الصليب قال قد اكمل، يعني دفع الدين، مش مجرد كلمه قالها. لكن هو يقدر يعفو عنك، هو يقدر يسامحك. هو مش فلوسه هو من حقه يديها. الراجل ما بقاش مصدق نفسه، قال له ما حدش يتكلم من الوزراء بقى اللي حواليه، ما حدش يتكلم، دي فلوسي وانا سبتها له. روح يا ابني، لحد هيجي جنب مراتك، ولا حد هيجي جنب عيالك، ولا حد هيجي جنبك. انت يا ابني كانك ما عليكش فلوس. هات يا ابني الكمبيالات اللي عليك مرميه هي عندي، مش عاوز منك حاجه. قصه جميله مش كده؟
كان ممكن تخلص على كده. للأسف ما خلصتش على كده، لأنه هو خارج لقى واحد صاحبه الراجل الطيب ده، أو زي ما بيقولوا يعني الشراح، إن هو عمل حفلة في البيت وبيوزع شربات بقى إن الملك سامحه. فالناس جاية إيه تقول له مبروك مبروك الملك سامحك، مبروك الملك سامحك، مبروك الملك سامحك. جاء واحد يقول له مبروك الملك سامحك، قال له استنى يا عم هتاخدني أنت هتضحك عليا، وراح ماسك في زمارة رقبته. أنا ما باكلش من الكلام ده، أنت مش عليك 100 دولار؟ قال له اه فعلا انا استفدت منك. قال له طب طلعها دلوقتي. قال له يا عم ده انا جاي اقول لك مبروك يعني مش عامل حسابي جاي ادفع الفلوس. قال له انت هتاكلني؟ مش فلوسي؟ مش حقي؟ طب يعني عشان خاطر ربنا اصبر عليا واقسطهم لك. قال له انا مش من النوع اللي بتضحك عليه، اما ما دفعتش ال 100 دولار دلوقتي هاخدك وارميك في السجن دلوقتي. طبعا الناس اللي واقفه راحت رايحه للملك قالت له شوف بقى اللي انت سامحته في 30 مليون دولار مش عاوز يسامح في 100 دولار. قال لهم لا هاتهولي تاني، النعمة حصل لها ايه هنا؟ جات له لحد عنده، جات له بس هو مش عارف يسامح، وده اللي احنا بنعمله، ربنا يسامحنا بالكتير احنا مش عايزين نسامح في القليل. راح قال له تعالى هنا يا عم. كل هذا الدين، اللفظ كده، كل هذا الدين تركته لك مش عشان انت تستاهل، لانك طلبت الي. افما كان ينبغي انك انت ايضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا وسلمه إلى المعذبين حتى يدفع الفلس الأخير. أنا بدي لك مثل إزاي واحد كان حاله متدهور لما اتكسر النعمة زارته، لما طلع برا ولم يسامح النعمة فرطته مرة تاني ورجع تاني للمربع صفر إن هو اللي فرط في النعمة. هو ده ربنا عنده استعداد يبتدي مع كل واحد فيهم لو احنا فعلا انكسرنا قدامه. انما اللي مش حاسس بخطيته سلمهم الى اهواء نفوسهم، سلمهم الى اهواء نفوسهم. هاني كنت بتسمع الايه 3 اللي هي رئيس الخمسين والمعتبر والمتعشى، يعني ايه رئيس الخمسين؟ رئيس الخمسين يعني رتبه مقدم في الجيش، لانه زمان كان الرتب حسب العساكر اللي تحتيك، فكان في حاجه اسمها رئيس 10 دوت اللي هو الملازم، رئيس 20 ملازم تاني، رئيس 50 رائد، وبعدين بقى رئيس 100 اللي هو المقدم، وبعدين رئيس 1000 اللي هو اللواء. واخد بالك؟ فهي حسب رئيس 50 يعني معناها يعني مقدم قد الدنيا يعني رتبة يعني في الجيش. والمعتبرين اللي هو يقول لك ده راجل معتبر، معتبرين دي كانت رتبة برضو اللي هم الاستشاريين، عارف يقول لك ده استشاري، في دكتور عادي في دكتور استشاري، هو ده المعتبرين. طب والمشير ده رتبه؟ مشير بقى رتبه جيش عاليه زي المشير يعني، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه عشان المحاكمات دلوقتي ماشيه يعني. في حد عنده اي سؤال تاني؟ لإلهنا المجد التاني بطرس الرسول كان له تساؤل عجيب، قال يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. الآية دي بتهزني، مفيش كلام للحياة الأبدية غير عند المسيح. هنروح فين ملناش غير الكتاب المقدس، وهو الذي يأخذنا إلى الأبدية بعيدا عن كل ما هو مائت وكل ما هو فاني.